فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أجد صعوبة في فهم عقائد الفرق الضالة، فهل يمكنني أن أصبح قويا في العقيدة؟ نعم. يقول: أجد صعوبة في فهم عقائد الفرق الضالة، فهل يمكنني أن أصبح قويا في العقيدة دون دراسة عقائد هذه الفرق؟ لا، لابد من الدراسة، لابد من دراسة العقائد التي ألفها أهل العلم الثقات، وفيها مقالات أهل الضلال والرد عليها موجود. نعم.